محاضرة اليوم هي بعنوان ثورية ماكس بلانك. طبعا تنتمي هذه المحاضرة إلى سلسلة ثورية العلماء. والآن وصلنا إلى العالم الألماني ماكس بلانك الذي دشن نظرية الكوانتوم. سبق أن تكلمت عن ماكس بلانك، ولكن الآن سأتكلم بمزيد من التفصيل عن البعد الثوري في نظريته. طبعا بصورة عامة مؤرخو العلم حاولوا أن يبخسوا من ثورية ماكس بلانك، يعني قالوا أن ماكس بلانك كان محافظا وأنه كان يعني ليس ثوريا في تكوينه، وإنما على العكس من ذلك كان محافظا وأراد أن يبقي الأمور على حالها، لكنه لم يستطع. ويقارنونه عادة بأينشتاين، فيقولون إن أينشتاين كان ثوريا ودائما يبحث عما هو ثوري في أي عمل، وبعكس ماكس بلانك. ماكس بلانك كان محافظا وفي الواقع كان يكره الثورات ولا يريد، يعني يحاول أن يلتف حول أي إنجاز جديد في الفيزياء النظرية. أنا طبعا أرى أن في ذلك إجحافا لماكس بلانك. طبعا أنا أتكلم عن مجمل عمل ماكس بلانك. ماكس بلانك له الكثير من الإنجازات، ولكن أريد أن أركز على إنجاز واحد، وهو أنه دشن نظرية الكوانتوم. وفي الواقع ماكس بلانك من دون شك أنه كان يحترم الفيزياء الكلاسيكية، ومن لا يحترمها بإنجازاتها؟ كلنا نحترم الفيزياء الكلاسيكية، وهو كان يحترم الفيزياء الكلاسيكية وكان خبيرا مثلا في الثيرموديناميكا، اعتبر في عصره ربما أهم خبير في العالم. فهو كان خبيرا، وفي الثيرموديناميكا تحديدا، أي في الديناميكا الحرارية، هو في الواقع وضح الكثير من المفهومات، وضح قوانين الثيرموديناميكا، وضح مفهوم الأنتروبي إلى حد كبير، وصاغه بطريقة جديدة، يعني غاص في الثيرموديناميكا، وقام في الواقع بتوضيح العلاقات بين أركان هذا الصرح العلمي الكبير. فكان له إنجازاته التي سبقت إنجازه الرئيسي في تدشين ميكانيكا الكوانتوم أو نظرية الكوانتوم. فعلينا أن ننتبه إلى ذلك جيدا. هو كان خبيرا في الفيزياء الكلاسيكية، وكان يدرك عمق الفيزياء الكلاسيكية، وكان يدرك حجم الدلائل التي كانت تشير إلى صحة هذا الإطار النظري. ولذلك هو لم يكن يسعى إلى تغيير الفيزياء الكلاسيكية، لكنه كان يسعى إلى دراسة الظواهر بعمق علمي وبدقة علمية. وهذا ما يميز العالم. العالم لا يسعى إلى الإثارة، لا يسعى إلى التغيير، لا يسعى إلى المجابهة، لا يفعل ذلك، وإنما في الواقع يسعى إلى فهم الظاهرات ويسعى إلى فهم القوانين. وإذا كان مضطرا فإنه يغير أو يتخطى بعض القوانين إذا كان مضطرا، إذا دفعته التناقضات النظرية والتجربة إلى تخطي القوانين فإنه يفعلها. هكذا كان ماكس بلانك. ماكس بلانك لم يكن متعصبا للفيزياء الكلاسيكية، وإنما كان يحترمها ويدرك مدى قوتها، ولكنه مع ذلك اضطر في الواقع إلى إدخال عنصر فجرها لاحقا تماما، وهو الفرضية الكوانتمية. ماكس بلانك في الواقع استعمل أدوات عندما بدأ في دراسة ما يسمى إشعاع الجسم الأسود، أي الأشعة التي تنبثق من قلب المادة الكثيفة، من المادة المكثفة أو المادة الصلبة. المادة الصلبة في الواقع تنبعث منها وتمتص أمواج كهرومغناطيسية، ويعتمد كمية الأمواج أو كمية الإشعاعات التي تبثها مثلا أو تمتصها، يعتمد إلى حد، يعتمد على درجة الحرارة. فعند درجات الحرارة المنخفضة
أغلب الأمواج التي تنبثق تكون أمواجا حرارية، ولكن عندما ترتفع ترفع درجة الحرارة يبدأ الجسم مثلا التجويف. يعني عادة عندما نتكلم عن الجسم الأسود نعني التجويف، أي حجرة من جدران مثلا فلزية وتنحصر داخلها الأمواج الكهرومغناطيسية، ويمكن دراسة هذه الأمواج بفتح فتحة صغيرة في هذا التجويف بحيث يخرج كم من الطاقة من هذا التجويف، ونستطيع أن ندرس هذه الطاقة المنبعثة من هذا التجويف. فالتجويف هو في الواقع الحالة التجريبية أو الجسم التجريبي الذي يعطينا إشعاع جسم أسود. فماكس بلانك كلف بدراسة إشعاع الجسم الأسود، وكان يعلم مثلا أن يعني بصورة عامة أن الأجسام يعني ينبعث منها فيض من الأمواج الكهرومغناطيسية، ولكن كان يعلم أيضا أن هذه الأمواج جلها يكون أمواجا حرارية مثلا أو ما دون الحمراء عند درجات الحرارة العادية، ولكن عندما ترتفع أو ترفع درجة الحرارة فإنه يبدأ يبث أمواجا من الضوء المرئي، ويشتد ذلك فيتحول من الأحمر حتى نصل إلى البنفسجي. ثم بعد ذلك أيضا من الدراسات المخبرية يبدأ الجسم يبث أمواج فوق بنفسجية، وبالنهاية إذا ظللنا نرفع درجة الحرارة قد نصل إلى الأشعة السينية في أشعة جاما. كان ذلك واضحا للعلماء، ولكن المشكلة كانت تكمن في تفسيره، أما الظاهرة في حد ذاتها كانت على الأقل بصورة كيفية كانت مفهومة، ولكن طبعا أرادوا دراستها بصورة مقدارية. هذا ما فعله العلماء في ذلك الوقت، دراسة إشعاع الجسم الأسود مقداريا ومحاولة تفسير توزيع الطاقة على ترددات الأمواج المنبعثة. فإذا كان لديه هذا الوضع، طبعا كان يدرك ماكس بلانك أن هذه الأمواج المنبعثة تعكس بنية مجهرية في المادة. ليش؟ لأنه كان يعلم، يعني كان ملما تماما بنظرية ماكسويل في الكهرومغناطيسية وما أضافه لورانتس أيضا إلى هذه النظرية. طبعا أكبر يعني هذه النظرية قادت إلى مفهوم الأمواج الكهرومغناطيسية التي تمتد من الراديو، من أمواج الراديو المايكروويف إلى أشعة جاما. هذا اكتشاف كان مذهل اكتشفه ماكسويل في الواقع نظريا، ولكن التجارب فيما بعد أكدت على صحة هذا التنبؤ. فعلا مذهل تنبؤ كان ماكسويل، لأنه يعني هذه الأمواج يعني اكتشف هذه الأمواج الكهرومغناطيسية وهي في الواقع تكشف لنا عن البنية المجهرية للمادة، وتكشف لنا عن طبيعة الأجرام السماوية وطبيعة الكون. يعني كان اكتشاف مذهل بحق. وأيضا اكتشف هو ولورانتس أن الأمواج الكهرومغناطيسية تنبثق من الشحنات المتسارعة وخصوصا المتذبذبة، فإذا تتذبذب الشحنات فإنها تخسر جزءا من طاقتها فإنها تبث جزءا من طاقتها على صورة أمواج كهرومغناطيسية، أو قد تمتص أمواج كهرومغناطيسية فتزداد ذبذباتها وطاقة ذبذباتها. الآن هذا الاكتشاف الكبير أعطى، يعني بدأ العلماء يدرسون الأمواج الكهرومغناطيسية المنبعثة من المواد، لأن ذلك كان يعني أدركوا أنهم يستطيعون أن يستكشفوا البنية المجهرية للمادة بهذه الطريقة. فهذا ما فعلوه، وهذا ما أراده أيضا ماكس بلانك. بدأ بدراسة إشعاع الجسم الأسود عام 1894، وبهذا الهدف يعني أراد في الواقع أن يكتشف البنية المجهرية للمادة والعلاقة ما بين الأمواج الكهرومغناطيسية والبنية المجهرية للمادة.
هذا ما أراد أن يفهمه. الآن ماذا كانت أدواته لفعل ذلك؟ كان طبعا لديه الأدوات التجريبية، ولكن هذه كان غيره يقوم بهذه التجارب برضو في برلين على مقربة من المكان الذي كان يعمل فيه ماكس بلانك. لكن ماكس بلانك كان عالما نظريا، ولذلك هو أراد أن يفهم نظريا كيف تنبعث هذه الأمواج وتمتص في التجويف، يعني هذا الإشعاع الجسم الأسود كيف ينبعث وكيف يمتص من التجويف كافيتي. فأراد أن يفهم ذلك ماكس بلانك. وأدواته طبعا، هناك أولا الأدوات التجريبية التي كان غيره من العلماء يقومون به، وهو أراد استعمل الأدوات النظرية التي في حوزته لدراسة هذه الظاهرة، وكان خبيرا باستعمالها. كما قلت، الثرموديناميكا هو كان الخبير رقم واحد في الواقع في فهم الثرموديناميكا، وفعلا استعمل الثرموديناميكا بذكاء من أجل تخمين الكيفية التي تتغير بها كثافة الطاقة مثلا المنبعثة مع تردد الأمواج. يعني نستطيع أن نرسم منحنى العمود أو الإحداث العمودي يمثل كثافة الطاقة المنبعثة، والإحداث الأفقي يمثل تردد الأمواج المنبعثة. يعني كان العلماء يريدون أن يفهموا كيف تتغير أو كيف تتوزع الطاقة على الترددات المختلفة، كيف تتغير كثافة الطاقة مع الترددات المنبعثة. هذا ما أرادوا أن يفهموه. وبالفعل ماكس بلانك توصل في الواقع باستعمال الثيرموديناميكا إلى نتيجة ثورية بحق. توصل إلى المنحنى الصحيح الذي يربط كثافة الطاقة مع تردد الأمواج. توصل إليها تجريبيا، ولكن خمنها تخمينا. لاحظوا، يعني ما كان يمكن أن يشتقها اشتقاقا، لكنه خمنها تخمينا، ولكن أولا بحدسه الفيزيائي العميق، والأهم من ذلك بقدرته في الثيرموديناميكا، استطاع في الواقع أن يستقرئ العلاقة ما بين كثافة الطاقة وتردد الأمواج. وطبعا توصل إلى هذا المنحنى المشهور الذي يشبه الجرس، بل شيبت كيرف. وهذا الآن يعني رسخ في العلم، هذه النتيجة رسخت في العلم وأخذت تستعمل مذ ذاك في كثير من الظاهرات العلمية، وبالذات مثلا ظاهرة الإشعاع الخلفية الذي اكتشف بعد عقود. الإشعاع الخلفية هو أيضا إشعاع جسم أسود، وفعلا يطابق تماما المنحنى الذي توصل إليه ماكس بلانك. فماكس بلانك إذا توصل بخبرته في الثيرموديناميكا، توصل إلى المنحنى الصحيح كيف تتوزع الطاقة على الترددات، وكيف يتغير المنحنى مع تغير درجة الحرارة، يعني يميل في اتجاه الترددات الأكبر كلما ازدادت درجة الحرارة. يعني مثلا أغلب الأمواج تكون في عند درجة الحرارة العادية كما سبق وقلت، تنبثق في الواقع من يعني تكون في مجال الأمواج الحرارية أو فوق أو ما دون الحمراء. فلا نرى مثلا قطعة من المعدن أو من الفلز إذا كنا في غرفة مظلمة وعند درجات الحرارة العادية، لا نرى القطعة في الواقع، ولكن إذ نرفع درجة الحرارة، حرارة القطعة، نجد أنها تبدأ تبث أمواجا حمراء، يعني أمواج مرئية ولكن حمراء، فنبدأ نرى القطعة، وهكذا نتدرج. فبالتالي بلانك اكتشف عند درجة حرارة معينة منحنى توزيع الطاقة على الترددات المختلفة، وأيضا اكتشف أنه كلما
زادت درجة الحرارة، حرارة التجويف مثلا، يتحرك المنحنى نحو درجة ترددات أكبر. هذه النتيجة يعني يوميا نراها في بالتعامل مع الأجسام الصلبة مثلا. ولكن كما سبق وقلت، بلانك أراد أن يفهم، أن يشتق هذه النتيجة من البنية المجهرية. طبعا هو افترض افتراضا معينا حول البنية المجهرية، أدرك أنه لابد أن يكون هناك شحنات في جدران التجويف، شحنات تتذبذب، ولأنها تتذبذب فهي تبث هذه الأمواج الكهرومغناطيسية. أدرك ذلك من نظرية ماكسويل ولورنتس، كان يدرك ذلك جيدا. فأراد في الواقع هو أيضا أن يستكشف كيف تتحرك، كيف تتذبذب هذه المذبذبات من الشحنات الكهربائية. الآن حاول أن يستعمل أيضا الثيرموديناميكا، طبعا استعمل نظرية ماكسويل في الكهرومغناطيسية، وطبعا كان ملما تماما بالميكانيكا الكلاسيكية. حاول أن يستعمل هذه المكونات الثلاثة من الفيزياء الكلاسيكية، اللي هي ميكانيكا نيوتن أو الميكانيكا المطورة، طبعا ميكانيكا الكلاسيكية، نظرية ماكسويل في الكهرومغناطيسية، والثيرموديناميكا. طبعا بالنسبة إلي هذه كانت هي الأدوات الرئيسية التي توفرها الفيزياء الكلاسيكية. كان يرى في هذا الصرح، في هذا الصرح الثلاثي، الصرح الرئيسي أو الأساسي في الفيزياء الكلاسيكية. وكان يغفل مكونا رابعا، مكونا نظريا رابعا في ذلك الوقت في بادئ الأمر، وهو ما يسمى الاستاتستيكال ميكانيكس، الميكانيكا الإحصائية، تلك الميكانيكا التي أطلق شرارتها جيمس كلارك ماكسويل، والتي بناها في الواقع العالم النمساوي لودفيك بولتسمان. لودفيك بولتسمان بنى هذه الميكانيكا الإحصائية لكي يفسر بدلالة الذرات، يعني هو كان يؤمن بوجود الذرات وأراد أن يفسر قوانين الغازات وقوانين الثيرموديناميكا في الواقع والظاهرات الثيرموديناميكية المختلفة بتطبيق قوانين الإحصاء على تجمع الذرات وعلى تجمع الجزيئات. فهو كان يعني يرى أن المادة تتكون من تريليونات الذرات وتريليونات الجزيئات، وأراد وهي تتحرك بصور متنوعة، وأراد في الواقع أن يطبق قوانين الإحصاء الستاتستكس على هذه الحشود الهائلة من الذرات والجزيئات، ومن ثم أراد في الواقع أن يشتق قوانين الغازات وقوانين المادة، قوانين الثيرموديناميكا. طبعا هذا كان مشروعا طموحا جدا، لأنه في الواقع يعني قرأ هو عندما نظر إلى القوانين، إلى قوانين مثلا الغازات، لاحظ أنها تختلف عن قوانين نيوتن في الحركة. قوانين نيوتن في الحركة مثلا لا تميز بين حركة الزمن نحو الماضي وحركة الزمن نحو المستقبل، هي لا تميز بينهما، بين هاتين الحركتين، التحرك في اتجاه الماضي أو التحرك في اتجاه المستقبل، بين تي وماينس تي، لم تكن تتغير. يعني بالنسبة لقوانين نيوتن لا نستطيع أن نميز من الحركة نفسها، لا نستطيع أن نميز بين الزمن، بين حركة الزمن نحو الماضي وحركة الزمن نحو المستقبل. أصلا ما في تمييز بين الماضي والمستقبل بالنسبة إلى القوانين الأولية، سواء قوانين ماكسويل في الثيرموديناميكا أو قوانين نيوتن في حركة الأجسام. لكن بالحياة، وإذا أخذنا مثلا الغازات وأخذنا المواد الصلبة في الحياة، وإذا أخذنا المواد الجاهرية، نجد أن هناك تمييزا واضحا، هناك تمييزا ما بين الماضي والمستقبل. يعني من الواضح أن الزمن له اتجاه واحد مش اتجاهين. ونلاحظ في الواقع أننا لا نستطيع، يعني مثلا إذا كسرنا شيء على الأرض، فإنه لا نتوقع أن يعود ويشكل نفسه
مجددا ويعود، ويعني وهاي نسميها irreversibility، اللا انعكاسية، لا انعكاسية المادة، بمعنى أن العمليات أو السيرورات في الواقع لا تعود إلى الماضي. يعني السيرورات دائما تنطلق نحو المستقبل، يعني بمعنى آخر لا نستطيع أن نعكس السيرورات الجاهرية. السيرورات الجاهرية لها اتجاه واحد irreversible، لا نستطيع أن نعكسها، لا نستطيع أن نجمعها وبالعودة إلى الماضي، لا نستطيع أن نفعل ذلك. هذه لاحظها بولتزمان تماما، أن مثلا الغازات تختلف في قوانينها مثلا عن قوانين الميكانيكا، وتختلف عن قوانين الكهرومغناطيسية. فبرزت المحاولة أنه طيب كيف نستطيع أن نوفق بين هذه القوانين التي نعلم أنها صحيحة ضمن حدود طبعا إلى حد كبير من الصحة، قوانين نيوتن من جهة وقوانين ماكسويل في الكهرومغناطيسية، ولكن نجد أن قوانين الثيرموديناميكا من نوع آخر، قوانين عليها طابع إحصائي. أو لاحظ بولتزمان بعبقريته أنها تشبه قوانين الإحصاء، القوانين المعنية بحشود هائلة من المكونات. فلاحظ بولتزمان أنه قوانين الثيرموديناميكا تختلف في الواقع كثيرا، وخصوصا من ناحية علاقتها بالزمن، يعني هي تشير إلى زمن في اتجاه معين، في حين أن قوانين نيوتن وقوانين ماكسويل لا تشير إلى ذلك. هذا هو الفرق الرئيسي الأساسي في الواقع بين الطرفين، أنها القوانين الثيرموديناميكا في الواقع irreversible، يعني لا تنعكس، لا تعود إلى، يعني تميز بين الماضي والمستقبل، تميز تماما وتعطينا اتجاها معينا للزمن، يعني تحول دون عودة الزمن إلى الوراء، ولكن دائما الزمن يتحرك في اتجاه المستقبل. هذا الفرق بين النمطين، لاحظوا لودفيك بولتزمان بعبقريته الفائقة، وبالتالي بنى نظرية كاملة، نظرية إحصائية كاملة، قد أناقشها مستقبلا، ولكن نظرية إحصائية كاملة في حركة الذرات وحركة الجزيئات. وقال إنه بهذه الطريقة فسر حالة الاتزان التي تصل إليها الأجسام عندما تتساوى درجات حرارتها، واستطاع في الواقع أن يفسر مفهوم الأنتروبي، أي المفهوم الأنتروبي الذي توصلت إليه الثيرموديناميكا، وبالتحديد رودولف كلاوسيوس الألماني توصل إلى مفهوم إلى هذا المفهوم المهم، مفهوم الأنتروبي، ولودفيك بولتزمان أعطاه معناه الذري، فقال إن الأنتروبي تدل على مدى عدم الترتيب أو على درجة اللانظام في أي حشد من الذرات والجزيئات، يعني درجة الفوضى، درجة الفوضى وعدم الترتيب. فقال الأنتروبي تزداد باستمرار لأن عدم الترتيب يزداد باستمرار، الترتيب هو المشكلة، الترتيب يحتاج إلى ضخ كمية كبيرة من الطاقة حتى نرتب الأمور. الشيء الطبيعي أن يكون هناك فوضى، الشيء الطبيعي أن لا يكون هناك ترتيب، فدائما الطبيعة تنزع نحو اللا ترتيب. فالأنتروبي هي مقياس في الواقع لذلك، وهو الذي أعطاها هذا المعنى الإحصائي لأول مرة في التاريخ. الآن ماكس بلانك لم يكن مسرورا بهذه النظرية، لم تعجبه، طبعا آخرون أيضا نقدوها، نقدها مثلا واحد اسمه زرميلو، وبونكاري نفسه نقدها، بونكاري الرياضي الفرنسي المشهور، وآخرون أيضا نقدوا نظرية بولتزمان. طبعا نقدها ايضا انس ماخ العالم الفيزيائي والفيلسوف الكبير، واوزولد الكيميائي المشهور، وهكذا.
فنقدت هذه النظرية ولكنها كانت قوية بالفعل والآن ترسخت فيما بعد. الآن ماكس بلانك لم يكن متحمسا نحو هذه النظرية، كان من هاي الناحية محافظا وكلاسيكيا، ولكن عندما وصل إلى طريق مسدودة باستعمال المكونات الأخرى للفيزياء الكلاسيكية أدرك أنه ليس أمامه خيار سوى أن يعود إلى بولتزمان. طبعا حتى بولتزمان طرح فكرة وإن كان قد طرحها عبورا، وهي أنه أن الطاقة يمكن أن لا تكون متصلة continuous، وإنما أن تكون مكونة من كمات أو من ذرات حتى الطاقة، ولكنه لم يعني يأبه كثيرا لهذه الفكرة، طرحها ولكنه لم يطورها. هذه لجأ إليه لاحقا بلانك نفسه ولكن بنجاح. الآن بلانك لجأ إلى الميكانيكا الإحصائية وأدرك، قال إنه إذا أردت أنا أن أشتق المنحنى المشهور علي أن أبدأ من هذه المذبذبات التي تتذبذب فيها الشحنات الكهربائية، علي أن أبدأ منها وأن أطبق قوانين الميكانيكا الإحصائية عليها، وهذا سيقودني إلى هذا المنحنى المشهور. وبالفعل هذا ما فعله في الواقع. وأيضا لجأ إلى فكرة في بعض الأمر، إلى فكرة بولتزمان أنه فلنقسم، يعني فلنفترض أولا أن الطاقة المتاحة لهذه المذبذبات ليست متصلة، وإنما هي تأتي في كمات، يعني في ذرات، ثم بعد ذلك نجعل عدد الذرات الطاقية لا نهائيا، ونجعل كل طاقة كل كم تتضاءل أو تؤول إلى الصفر، يعني هكذا ظن أنه سيفعل. ولكن فوجئ عندما توصل إلى النتيجة الصحيحة، إلى المنحنى الذي اكتشفه هو من دون الخطوة النهائية، يعني من دون أن يجعل ذرات الطاقة تؤول إلى الصفر، ومن دون أن يجعل عددها يؤول إلى اللانهاية. ولذلك توصل إلى النتيجة المرجوة بافتراض أن الطاقة فعلا غير متصلة، وأن الطاقة تتكون من كمات، وأن طاقة كل كم تتناسب طرديا مع تردد الجسيم. فتوصل إلى هذه النتيجة اللي هي سماها الفرضية الكوانتمية، اضطر إليها اضطرارا، وفعلا هذه قادته إلى الطريق الصحيح. ولكن ارتعب من الفكرة. ليش ارتعب؟ ليس لأنه كان محافظا كما يقال، لأنه كان متعمقا في الفيزياء الكلاسيكية، وكان يدرك مدى التناقض ما بين هذه الفكرة وما بين الفيزياء الكلاسيكية. إدراكه العميق لذلك هو الذي قاده إلى التخوف، وليس صحيحا أنه كان بطبعه محافظ، ليس هذا هو المحك، ليس هذا هو النقطة الأساسية والمهمة. النقطة المهمة في الواقع أنه أدرك أن فكرة الكوانتوم، فكرة أن الطاقة يتم امتصاصها من التجويف وتبث من التجويف على صورة كمات وليس بصورة متصلة، وأن طاقة كل كم تعتمد على تردد الموجة. هذه الفكرة في الواقع كأنه قرأ فيها ثورة شاملة كاملة على كل ما عهدناه في الفيزياء الكلاسيكية، ولذلك ارتعب من الفكرة، لأنه أدرك خطورتها، أدرك كيف تتناقض في الواقع مع كل خبرة العلماء الكلاسيكية. هذا ما أدركه بلانك، ولذلك هو في الواقع حارب هذه الفكرة، حاول أن يلتف حولها. أدرك أنه توصل إلى اكتشاف مذهل، بدليل أنه عام 1900 عندما توصل إلى هذا الاكتشاف الضخم، قال لابنه، كان يعني يسير هو وابنه في معا، فقال لابنه: أعتقد أنني اليوم توصلت إلى اكتشاف لا يقل أهمية عن اكتشاف نيوتن. يعني أدرك تماما، بعكس ما يقوله البعض، أدرك تماما أنه توصل إلى شيء ثوري للغاية، بدليل أنه شبه هذا الإنجاز بما أنجزه نيوتن. ف يعني كان ارتعب من الفكرة، حاول أن يجد مخرجا منها لكنه لم يستطع، ظل يحاول بالمناسبة حتى عام
2011 و12 طلع نظرية حاول فيها أن يبدد هذه الفكرة الثورية، ولكنه لم يستطع أو لم يقتنع العلماء بمحاولته تلك. ولذلك في الواقع بلانك يعني أبقى على هذه الفكرة، لكنه ظل مرتابا منها. ليش مرتاب؟ لأنه أدرك أنها ثورية للغاية، وأنها قد يعني تخلق مشكلة كبيرة أمام العلماء. حاول أن يتخطاها ولكنه لم يستطع. لم يكن الوحيد الذي حاول أن يتخطاها بالمناسبة، كثير من العلماء الآخرين أيضا لم يرتاحوا لهذه الفكرة، حاولوا تخطيها لكنهم لم يستطيعوا. فأنا طبعا هناك جوانب ثورية أخرى في بلانك، اللي مثلا في جانب بنائه للوحدات من وحدات أساسية طبيعية مثل ثابت بلانك وسرعة الضوء وسرعة الضوء، ولكنه فهذا أوصله إلى فكرة أقصر طول وأقصر فترة زمنية، اللي الآن في الواقع تشكل أساسا في الكوانتوم جرافيتي في الجاذبية الكوانتمية. ولكن لذلك قصة أخرى ربما نأتي على ذكرها في المستقبل. أنا أتوقف هنا، يعني بعد أن تحدثت عن ثورية ماكس بلانك برغم كل ما قيل عن كونه محافظا في المقام الأول، وشكرا على استماعك.